السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي ومشاهدينا ابو الشهم الاعزاء، احبائي ومتابعين. اليوم يا اخوان حلقة جديدة وخطيرة، في عندنا عدة اهداف وعدة حضارات بهذا الجبل، راح نصعد لعنده يا اخوان. يا اخوان راح نصعد لعنده، ادعموا لي هذا الفيديو دعم حريق يا اخوان، بدي الفيديو يطلع نار شرار، فتابعوا الفيديو للنهاية، راح اورجيكم عدة اشارات مع المغامر ابو الشهم. ليتس جو. بتسلم عليكم، بس هاي اول شيء، هاي بتسلم عليكم يا اخوان الكركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نطلع على الجبل يا اخوان، فوق راح نطلع على الجبل نكشف المنطقة هاي كلها، فيها عدة حضارات يا اخوان، فيها عدة حضارات. هيا بنا لننطلق. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله، وعلى بركة الله. يا الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. راح نصعد فوق يا اخوان على الجبل اللي فوق هناك، هيك في عدة حضارات في اعلى الجبال من فوق يا اخوان، راح نورجيكم اياها، منها قبور ومنها دفائن ومنها مساكن. طبعا يا اخوان المكان بيزنطي، بيزنطي يا اخوان. راح نصعد على المكان اللي فوق، شوفوا يا اخوان المنظر، شوفوا المنظر، شوفوا المكان يا اخوان. عد هون يا اخوان، طبعا نهر جاري بالشتاء، بيكون نهر جاري، نهر جاري يا اخوان. هم كانوا دائما يسكنوا بجنب الانهار وبجنب اعين الماء لحتى يقدروا يعيشوا. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اول مكان راح نصعد له يا اخوان، المكان خطير جدا يا اخواني، مكان جدا خطير. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف يا اخوان مكان مرعب. لا تفكروا انه سهل، طلوع مش سهل يا اخوان، صعب جدا. يعني قاعد بطلع بجبل هيك يا اخوان، الجبل اللي بصعده هيك، بس بحذر وخبرة، في عندنا خبرة. هنا في شيء عجيب وغريب يا اخوان، راح نرجع له. هذا اعتقد انه قبر، هذا اعتقد انه قبر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله. طبعا يا اخوان المكان هذا اعتقد انه تكنيزي مليون في المية، لانه في نحت في الجبل، في نحت نحت نحت. خلينا نشوف شو في اشياء هون. حلو 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 اخوان، لا احد يستهين بهاي الحركات، لا احد يستهين بهيك شغلات يا اخوان، لا احد يستهين. يعني ممكن الرزقة تكون قدامك وانت مش شايفها. يعني شوف لي هالروز، انا هذا المخبأ، شوف لي هالمخبأ هذا يا اخوان، عشان اورجيكم، بس عشان اورجيكم، شوفوا لي هالمخبأ هذا، شوفوا. يعني عمل هنا منحوتة، يعني بسم الله يوجد افعى، بسم الله يوجد افعى، يعني عمل لك هون، يوجد صوت افعى، عمل لك هون منحوتة تمام، لكن عمل تمويه انه ما في شيء، انه ما في شيء. لكن شوفوا شو في فوق، شوفوا الخزنه اللي فوق يا اخوان، شوفوا الخزنه اللي فوق. سبحان الله، سبحان من علم الانسان، لسه راح تكتشفوا، تتعلموا شغلات كثير. طبعا الفيديو هذا انا عملته بس تعليم يا اخوان، بدي اياكم تتعلموا وتشوفوا كيف كانوا زمان يخبوا الدفائن، كيف كانوا هنا. طبعا ما في شيء، هنا هنا المصيبة، هنا المصيبة يا اخوان، هنا المصيبة، هنا المصيبة، هنا المصيبة. طبعا اكثر شيء كانوا البيزنط، البيزنط كيف، شو كانوا يسوي يا اخوان، كانوا يعملوا شغلات. مثلا شوف هاي ما اصعبها يا اخوان، موت. يعني اسمع، اذا بتزحلق على مستوى زحلقة موت، بتموت، لانه المكان صعب خطير. هم كانوا ينقوا الاماكن هاي، شوفوا مثلا عندك هنا مغاره،
هناك مغارة، هنا مغارة، هنا مغارة، هنا في مدفن، هيو هناك في مدفن، وهناك في مدفن. طيب ليش كانوا يختاروا الأماكن هاي العالية هون يا إخوان؟ لحتى يبعد الشكوك عن الباحث أو المنقب أو اللي بده يسرق الدفين أو اللي بده يخرب الدفين، فهو بيعمل عبارة عن سوفت وير للإنسان اللي قدامه. هم كانوا يختاروا الأماكن الصعبة، كانوا يختاروا الأماكن الصعبة لحتى هم يقدروا يخبوا الدفاع. لسه راح أورجيكم، راح أورجيكم عجائب بهذا الجبل، راح تشوفوا العجائب يا إخوان، راح تشوفوا العجائب. بسم الله. هنا خلصنا يا إخوان، هنا في المنطقة هاي خلصنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صعب يا إخوان جد الأمانة، منطقة صعبة جدا 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 جدا. الفيديو طويل يا إخوان وممتع، الكل راح يستمتع فيه يا إخوان، والمكان كمان ممتع جدا للمشاهدة، جدا ممتع. طيب شو في عندنا إشارات هون؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا إخوان مكان صعب جدا الصعود له، هيا هذا هو. شوفوا لي المكان يا حبيبي لوين بمد. أوه مش سهل هذا، حتى هون شوفوا شوفوا. أعتقد هاي هذا ران، مو من الممكن انه ران يا اخوان، من الممكن. خلينا نضرب عليه بالله شوي، ثواني يا اخواني. بسم الله، من الممكن انه ران، شيء عجيب يا اخوان، شيء عجيب. شوفوا معلق تعليق، سبحان من علم الانسان. خلينا نشوف في اشارات هون ولا لا، هل يوجد إشارات أم لا؟ هل يوجد إشارات تثبيت؟ مش كل مرة نعتمد الإشارة أنه في وجود تكنيز أو وجود مدفن أو وجود مغارة، مش كل مرة يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في من عندنا هون منفس، منفس للمغارة، وهذا الباب مغلق بإحكام. طبعا يا إخوان هذا بدل على قبر، بدل على قبر بالداخل وليس مدفن، يعني مش مسكن أو شيء، هذا بدل على قبر يا إخوان بنفس المكان أنه في قبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا يا إخوان؟ طبعا يا إخوان لسه المكان جدا 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 فيه حضارات كثيرة راح تشوفوها برمى عيونكم يا إخوان. لا تنسونا بدعم لايك للفيديو، واللي مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة، واللي مش مفعل زر الجرس ضروري، أهم شيء تفعل زر الجرس وتعمل تنبيه للكل حتى يوصلك كل فيديو جديد. تابعوا الفيديو للنهاية يا إخوان، عن جد عن جد مغامرة جميلة جميلة وتعبت فيها أقسم بالله، عشان علشانكم، والدنيا رمضان وصايم وطالع بس علشان انا ابسطكم. دائما تحكوا لي يا ابو شهم اطلع لنا مغامرات، وهني قاعد بطلع لكم مغامرات، فدعم يا اخوان دعم دعم. بسم الله. نشوف المنطقه هاي يا اخوان، نشوف هاي المنطقه هل فيها حضاره هون؟ هيك احنا بناخذ لمسه وبناخذ نظره، بنشوف هل في عمل انسان، في نحت، في شغلات غريبه بنفس الصخره الحاضنه، في رانات مثلا، خزنات، اشارات بتدل على شغله؟ لا ما في. طيب هون على سبيل المثال المنطقه هاي، طبعا هاي المنطقه مليئه بالافاعي يا اخوان، انا بعرفها المنطقه هاي مليئه بالافاعي، لازم اني اخذ حذري من المكان نفسه، لازم اني اتوخى الحذر من الافاعي. ايوه 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 ايوه, أيوة, أيوة, أيوة. شوفوا يا اخوان هسه هون ما منأكد، بس بدنا نفحص، بدنا نفحص يا معلم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الرزق، يا سلام. شوفوا 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 الرانات، شوفوا الرانات يا اخوان، عشان سبحان الله. شوفوا لي هالران، هذا ما اجمله، شوفوا لي هالران، هذا ما اجمله.
شوفوا لي هالران ها، بس لا نعلم انه فيه او هو تمويه، انه فيه شيء او تمويه لا نعلم. وايضا هنا من الممكن ان يكون فيه ران حقيقي وران غير حقيقي، ران حقيقي وران غير حقيقي. هون يا اخوان شوفوا لي البصمات هذول، هون هذول البصمات بيأكدن على وجود الرانات هنا في المنطقة، بيأكدن على وجود الرانات. بسم الله راح نورجيكم كمان، راح نورجيكم مغامرة جميلة جدا، مغامرة أروع من الروعة يا اخوان. بسم الله بسم الله، شوفوا يا اخوان الجمالية. طبعا شوفوا المخاطرة، هسه راح اصور لكم المخاطرة اللي راح امشي فيها انا. شوفوا لي هالمخاطرة هاي يا اخوان، شوفوا لي هالمخاطرة هاي، راح اورجيكم كيف انا بمشي. شوفوا يا اخوان جد المكان مرعب، المكان مرعب جدا، عالي. حتى هم اختاروا المكان اللي نحتوا فيه هاي الحضارة مكان عالي، وعملوا له شوارع. حتى الشوارع شوفوها كيف جاي يا اخوان، هيا مبينة انه في شوارع وفي حضارة بنفس المكان، في شوارع وفي حضارة. شوفوا لي هذا، شوفوا لي هذا المسكن، مسكن كبير تقريبا طوله 200 متر، يعني يعد بين 100 و150 متر. شوفوا لي هذا، سبحان الله. يعني في هنا يا اخوان رانات كثير، رانات كثير، بس اكثر الرانات هاي تجي فاضية يا اخوان، بتيجي فقط للتمويه، لحتى هو يجننك يتعبك. بيعملوا تمويه كثير يا اخوان، بيعملوا تمويه كثير وجد مرعب. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا اخوان، شوفوا سبحان الله، شوفوا سبحان الله، سبحان من علم الانسان، سبحان من علم الانسان. دائما نقول سبحان من علم الانسان، هو الله هو الله هو الله هو الله. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله يا اخوان. لسه في مفاجآت، في مفاجآت خطيرة بالمكان، مفاجآت جميلة جدا جدا جدا. بس انا قاعد بتوخى الحذر من الافاعي يا اخوان، المناطق هاي مليئة بالافاعي، الافاعي سامة جدا 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 جدا، تقتل الموت. يعني انا طالع لوحدي، شايفينها، انا لوحدي يا اخوان، انا لوحدي، لا يوجد احد معي بنفس المكان، لا يوجد اي احد معي، فانا طالع مغامر لوحدي. يعني ما راح اقدر اسعف حالي ولا انجد نفسي، فلازم اتوخى الحذر لحتى احنا نكمل. راح نكمل المغامرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي هالمكان هذا اخوان، هون في اشتباه يا اخوان، في المنطقة هاي في اشتباه، في اشتباه، شيء غريب في عنا هنا. شوفوا لي الجرون الصغيرة هاي بتأشر لهذيك المنطقة، بتأشر لهاي المنطقة. خلينا نشوف المنطقة هاي كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد انه في هدف ثمين جدا 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 يا اخواتي، اعتقد انه في هدف ثمين جدا جدا جدا. بسم الله، راح نروح لهذاك المكان ونشوف، لانه انا المنطقة وانا مارق من تحت شفتها يا اخوان، فانا نظرت الها، وزي ما بقولكم ان شاء الله في هدف ثمين وفي رزق. بسم الله، ها هو ها هو ها هو ها هو، زي ما حكيت لكم. هيا شوفوا لي المكان هذا يا اخوان، شوفوا لي هذا المكان. بسم الله، شوفوا لي هذا المكان. هنا المصيبة، هنا المصيبة، هنا المصيبة، هنا المصيبة. تابعوا الفيديو للنهاية يا اخوان، راح تشوفوا اغرب مدفن في تاريخ حياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المدفن اعتبار احتمال يا اخوان يكون فيه ضباع، يكون فيه افاعي، يكون فيه كلاب. يعني المدفن هذا خطير جدا،
خطير خطير خطير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله. شوفوا لي هالمنظر، طبعا قبل هالمرة صورت لكم اياه، هذا صورته بس عدت تصويره بدقة اعلى وبفيديو اجمل وبطريقة اروع. انه قبل هالمرة صورته بس كان الوقت غير مناسب، كان مظلم في الليل، فانا جيت صورت لكم هذا المكان في النهار. بسم الله بسم الله. انا بخاف من هذا المكان لانه قبل هالمرة اجيته يا اخوان، قبل هالمرة اجيت عليه، خطير جدا جدا. شوفوا الظلمة، فيه ظلمة يا اخوان، فياته ظلمة مش طبيعية. شوفوا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. راح ننزل. طب هذا يا اخوان مدفن مفتوح، وهون في عندك هون مدخل كمان، ومن هناك مدخل بس مسكرات اللي هون. راح ننزل يا اخوان، راح ننزل نكمل المغامرة. هون 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 المصيبة، شوفوا هون النحت زي الاهرامات يا اخوان، نفس نظام الاهرامات. شوفوا وشوفي موجود هون جحر، هون في زي ايش، زي بوابة المغارة. شوفوا رجعنا من جديد يا اخوان، منطقة جميلة. بس قبل ما نبلش بهاي المنطقة، حاب اقول لكل مشاهد ولكل متابع على قناة ابو شهم هي كلمتين حلوات بدي اشكركم فيها على دعمكم للقناة. اذا كانت الصداقة حب فاني احبكم جميعا، واذا كانت الصداقة عشق فاني اعشقكم جميعا، واذا كانت الصداقة تجارة فاني ربحتكم جميعا، واذا كانت الصداقة تاج فأنتم على رأس جميعا متابعيني. أحبائي شكرا لكم، شكرا 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 شكرا. دائما أنا بحب أشكر متابعيني على كل شيء عملوا لي إياه، وعلى كل دعم، وعلى كل شيء صار معي بالقناة فيه. أنا بشكر كل متابع جدا جدا جدا. نرجع للشرح يا أخوان، وصلنا على منطقة. شوف هالمنطقة ما أجملها يا أخوان، منطقة وعرة، المنطقة وعرة يا اخوان، لكن فيها حضارة. المنطقة فيها حضارة، شوفوا هالربيع ما اجمله يا اخوان، شوفوا هالمنطقة ما اجملها. تمتعوا واستمتعوا. خلينا نستكشف المنطقة، طبعا اول مرة بفوتها، خلينا نستكشفها انا وياكم مع بعض، نستكشف المكان مع بعض يا اخواتي يا احبائي. خلينا نكتشف المكان هذا بالاول. هيك هنا لا يوجد شيء، لا يوجد إشارات هنا، لأنه المكان مليون في المية لأنه فيه رجم يا إخوان، المكان فيه رجم، عشان هيك أنا اشتبهت فيه إنه فيه حضارة يا إخوان. وأيضا هنا يوجد، شوفوا لي هذا، شوفوا لي يا إخوان مثل رأس الصقر، يوجد هنا يعني مجسم، بس هذا طبيعي وليس بنحت، هذا طبيعي وليس بنحت. هون يا إخوان، هون هون استكشف المكان جيدا، نستكشف المكان جيدا. من الممكن انه نعثر على رانات في المنطقة هاي، من الممكن انه نعثر على رانات. يوجد هنا جرن، هي ممكن هذا جرن مال مغلق لانه لونه اسود. شوفوا لي هالجرن، هذا مغلق جرن يا اخوان، هذا جرن مغلق بطينة حكمة، جرن مغلق بطينة الحكمة. شوفوا يا اخوان، هون يا اخوان ايضا، هنا 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 هنا، شوفوا لي هالجرن هذا. وصلنا هون يا اخوان، وصلنا بالمنطقة هاي. شوفوا لي هون يا اخوان كيف القص، شوفوا لي القص كيف يا اخوان، شوفوا القص، شوفوا النحت، شوفوا النحت يا اخوان. هذا قبر صخر يا اخوان، شوفوا القبر. كل اشارة بتدل على شيء، وكل اشارة بتدل على هدف. هذا قبر صخر يا اخوان، انا بقول لكم كيف عمل هذا القبر يا اخوان. قطعوا الصخرة من هون، وقطعوا الصخرة من هون، حطوا الدفين وسكروها بالصخرة اللي نفسها اللي قطعوها. مبيني مليون بالمية، ما في، لا تقولي طبيعي،
لا تقول لي طبيعي يا اخي، لا تقول لي طبيعي، لا تقول لي طبيعي. قص مقصوصه، قص شوف مقصوصه من شار يا اخوان، مقصوصه قص، قص مقصوصه فن. ها شوفوا حتى المكان اللي موجود فيه القبر، شوف شوفوا هون هاي الصخره، شوفوها شوفوا شوفوا حتى المقتنيات، شفتوا يا اخوان المقتنيات كانت هون، المقتنيات كانت في المنطقه هاي. فهم ايش هاي شايفين الحجار كيف مكسرينها، هاي الحجار هاي هاي شايلين الحجار هاي كلياتها، باقيين حافرين ومطلعين المقتنيات من هذه المنطقه. لا اعلم ما هي المقتنيات، لكن هو القبر من فوق وحط المقتنيات من هون ونزلوها لتحت. هون يا اخوان، هون يا اخواتي، هون 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 في شيء غريب كمان. شوفوا لي المنطقه هاي، المنطقه هاي غريبه كمان يا اخوان، منطقه عجيبه غريبه، المنطقه عجيبه غريبه. حتى هون يا اخوان في عندك هون تشكيله كمان، في نحت، في نحت في المنطقه، معناته يا اخوان في حضاره، في عمل انسان. شوفوا ها المنطقه جميله، جاي على تله، معناته كان فيها حضاره، معناته كان فيها حضاره. راح اورجيكم شغله كمان هون جميله شفتها وانا طالع يا اخوان، حتى اثبت لكم انه كان في حضاره في المنطقه هاي. احنا دائما قبل ما نبلش بالكشف عن المنطقه بناكد اذا في وجود حضارات او ما في حضارات، اذا ما في حضارات ما بنكمل، اما اذا في حضارات اشاره جرون على اشاره مربع ساعتها يا اخوان بصير فيها ايش كلام. شوفوا لي هالكلام، شوفوا لي هالخزنه، هاي خزنه مفتوحه، شوفوا لي هالسيال هذا والسيال هذا، يعني المنطقه هاي مشبوه فيها بس ما في اشاره تاكيد في المكان نفسه، ما في اشارات تاكيد. هنا في قواطع صخريه، هنا يا اخوان في قواطع صخريه، ايضا هنا في رجم، يوجد رجم هنا يا اخوان، وهناك ايضا في عندك اشارات، يعني في حضاره في المنطقه، في علم، في نحت في المكان. ايضا انظروا لهذا المكان، انا دائما يا اخوان عيني بتيجي على شغله، على شغلات ما بتخطر على بال حدا. شوفوا المكان هذا، سبحان الله شيء عجيب، شيء عجيب وغريب. شوفوا المنطقه هاي هون، تابعوا وتستمتعوا يا اخوان وتعلموا، يعني كل شغله حلو لازم تتعلمها، يعني الفيديو ما راح ياخذ من وقتك نص ساعة بس راح تستفيد منه شغلات كثير. وراح اورجيكم الحضارة، ها هي التثبيت للحضارة، هاي المنطقة يا اخوان، هاي اورجيكم القصص هذا. شوفوا لي هون ثبتت انه المنطقة فيها حضارة، هون احنا ثبتنا انه المنطقة فيها حضارة وكان فيها شغل وكان فيها ناس قدماء ساكنين بالمنطقة هاي. شوفوا لي المنظر يا اخوان، شوفوا لي المنظر ما اجمله، منظر جميل ورائع. شوفوا 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 شيء عجيب، سبحانك يا الله. نعم انها بلاد الشام، بلاد الشام وما ادراك ما بلاد الشام. هون يا اخوان اشتباه انه في وجود قبر، بس راح نفحصه بالاسياخ ونفحصه بشغلات لانه مسكر، هون بيعتمد على الفحص بالبنزين لحتى نشوف اذا في طينة حكمة، لانه مغلق بصخر، لانه في صخر بالاخير، اعتقد انها طينة حكمة. ماد طبعا، ماد مد لتحت زي هيك، ماد مد لتحت، احتمال انه يكون في مدخل، احتمال انه يكون في مدخل بنفس المكان. شيء جميل وعجيب. شكرا يا اخوان لكم جميعا، شكرا لكل متابع دعم القناة، شكرا لكل متابع اعطاني قوة في هذه القناة، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا. فاستمتعوا معي يا اخوان، طبعا شوي ان شاء الله راح يأذن المغرب شوي،
وراح يأذن المغرب، يعني بده تقريبا الساعة إلا راح يأذن المغرب، وأنا في الجبال لأن أنا بصعد على الجبال وبتهور وبطلع وبخاطر بس عشان أبسط متابعيني لحتى الكل يستمتع ويشوف شو أنا بطلع شو بسوي. يا ساتر، بسم الله، خلنا نلف الكاميرا لحتى تستمتعوا بالمناظر الخلابة. شكرا لكم. طبعا إخوان، صحيح إخوان، بالنسبة كيف تأكيد إنه في مثلا هل يوجد في حضارة في المنطقة؟ إخوان هاي بالنسبة لي أهم شغلة لازم تتعلموها، إنه كيف تعرف إنه المنطقة فيها حضارة؟ بدك تبحث عن نحت في المنطقة لحتى ما تتعب حالك. من الممكن إنه يتجيك توهم إنك تشتغل هون إنه هو ما في أصلا حضارات وما في نحت ما في شغل، راح تتعب حالك على الفاضي وراح تقعد سنين وأيام وأنت تشتغل على الفاضي. فرجاء من الجميع إنه يتأكد إنه في وجود حضارة في المنطقة وبعدين يشتغل. غير هيك يا معلم روح حط راسك ونام وريح حالك أفضل لك، لأنه راح تتعب حالك على الفاضي. شوفوا لي هالمنطقة هاي يا اخوان، شوفوا لي هالمنطقة هاي. شوفوا منطقة غريبة يا اخوان، سبحان الله. استمتعوا يا اخوان، استمتعوا. هنا يوجد مغارة، اعتقد هنا يوجد مغارة، هنا يوجد مغارة لكن مغلقة، مغلق. وانا ما متأكد انه في مغارة، بس انه في تشكيلة بوابة يا اخوان، تشكيلة بوابة. يا سلام، ها شوفوا لي هالجرن هذا يا اخوان، شوفوا لي هذا الجرن على حجر متحرك، جرن هيو، جرن على حجر متحرك، هذا ما منثبت فيه ولا بدلنا على ايش، لانه تحرك من مكانه فهو ايش، خربوا الإشارة. فهم أنهم شالوها من منطقة لمنطقة. بسم الله، يا سلام على الجمالية يا أخوان، شوفوا الجمال، شوفوا يا أخوان، شوفوا الربيع، شوفوا الورود الجميلة مثلكم. والجمال يا سلام، منطقة جميلة رائعة. أحبكم في الله، أقسم بالله كل متابع عندي أحبه في الله. تحياتي للمملكة العربية السعودية ودولة الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وفلسطين والشام، بلاد الشام أجمع وكل بلدان العربية. احتراماتي لكم جميعا، وارحبوا ترحيب المطر، وإن شاء الله كل يوم في فيديو جديد. ولا تنسوا تدعمونا يا أخوان، دعمكم للقناة، دعمكم ثم دعمكم لحتى احنا نقدر نكمل مغامراتنا ونقدر نساعدكم ونطلع ونحلل لكم إشارات في الميدان وثم في الميدان يا حميدان. احتراماتي لكم جميعا اخواتي مشاهدين ابو شهم، جود نايت، والسلام عليكم، نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم احبائي، السلام عليكم.